شكرا لمنبر أنفاس بريس على أولا المواكبة لهذا الحراك الصحراوي على مشكل الأرض والعقار بالوديان الثلاثة والدون الساقية الحمراء وذي الذهب. سؤالكم على أن التنسيقية الصحراء والوديان الثلاث تنظم وقفة احتجازية بأوروبا، ولماذا هذه الوقفة؟ أولا هذه الوقفة منظمة من طرف الجالية الصحراوية بأوروبا بمشاركة ومساندة ودعم طبعا التنسيقية الصحراء والوديان الثلاث، والسؤال لماذا هذه الوقفة؟ والجواب ولماذا لم تكن هذه الوقفة أو وقفات عدة بجميع أنحاء العالم؟ لأن الجالية الصحراوية جزء من هذا الوطن وجزء من هذه الوديان الثلاثة وهم مظلومين، وأبل أن يقول لأهلهم وذويهم أننا معكم ولن تكون وحدكم في المعركة وأننا سنصل صوتكم إلى أقصى الدنيا. ما يخص السؤال الثاني على أن جبهة البوليساريو تدخل على الخط ما يخص الوقفات الاحتجازية وأن عناصر البوليساريو ستنضم إلى الوقفة، ما هو موقف التنسيقية الصحراوية والوديان الثلاثة؟ أولا جبهة البوليساريو نحن أهلنا، لكن فرقتنا الظروف السياسية وهم في مكان ونحن في مكان آخر. نحن لدينا دولة ومؤسسات وقانون ومطلبنا حقوقي محض 100%. أما فيما يخص حضور عناصر البوليساريو للوقفة فأنا ليست لدي معلومات، وإن كان حتى حضورهم هنالك فالإخوان ضابط الأمور كما ضبطوا في بروكسل، وستكون إن شاء الله الإجراءات مضبوطة ونحاول ما توقع انزلاقات ونعطي فرصة للراكبين على الأمواج باش يخرجوا مطالبنا المشروعة ونتموا الصحاب قانون وحق يعودوا ظالمين ومجرمين ضد الوطن. ونقول مسألتين، الوطن والملك في اتجاه والظالم المجرمين نحن له بالمرصاد. السؤال الثالث، هل ترون أفق لحل هذا المشكل وهل نحن ضد الاستثمار؟ أولا قبل كل شيء ما أريد أن أقوله أن نحن التنسيقي الصحراوي في الوديان الثلاث ملفنا مطلبي حقوقي بامتياز، وكل تأويل أو تحويل للمسار مرفوض جملة وتفصيلا. هذا ما نريد أن نقول. أما فيما أن قضيتنا قضية أرض وعرض وسندافع عنها باستماتة وفي كل مكان وزمان، كونها أمانة في أعناقنا والذين ينعتون بأشياء أخرى يعنيهم ذلك، يعنيهم لوحدهم ومن يدفعهم أو من وراءهم. ما فيما يخص أن نحن لدينا أفق والله أمل في هذا المشكلة، نحن نتمنى ذلك. ولن نحن ما خرجنا الشحم ولا الشبع عن نظرك، عدني شهرين عن والدي وعن أهلي وعن أولادي في هذا العراك الذي هو في التنسيق ما بين الجهات وأدنو الساق الحمر والذهب، الحراك كتابات الأمور. نحن نتمنى أن نجد أذانا ساقية اللي وصلنا لها الشيء كان من التعب والأمور، وهو أن لن أرصدت كل الأبواب في وجوهنا. على كل حال ما اضطر أبناءنا الجالية الصحراء بأوروبا لتنظيم وقفات، ونقول لكم ولعنهم راح ننظم وقفات وعن الأمور. نتمنى أن لا تأخذ مسار آخر ولا تخرج من بين اليد لحد الساعة الأمور تحت السيطرة، ولكن راه لا يستجيب أحد في هذا الوطن والأبواب مرصدة. والمسألة الثانية اللي احنا ضد الاستثمار، ومن ضد الاستثمار؟ أليس هناك عاقل في هذه الدنيا ضد الاستثمار؟ ولكن استثمارات يستمر استثمار الكذب، ما كاينش استثمار. كيجيو يعبروا راعي الشاطئ الأبيض كم من 1000 هكتار وسرير ومشات الناس دخلت حتى المعاهد اللي تتكون على فيما يخص السياحة، أولاد ورجال وشباب وضع تكوين هباء منثورا كذاش 1000 سرير وما نعرفهاش حفظه وعطاه لشي شركة من الشركة ديالهم. كذب الخاوي. الشاطئ الابيض نفس الشيء، العيله نفس الشيء، الداخله حتى ما عرفتش كم من 1000 هكتار قال لك غيجهزوه وغادي يعطوه الناس، غيعطوهم 0.001 وشي ثاني معطي الناس ديالهم مستثمرين ديال الكذب. اين هو الاستثمار؟ اولا هاي التراب باهلها بساكنتها يا عباد الله، هذه الدوله راهي جاتنا لا البارح تخطينا 400,000 استعمار واسترجعنا لا يامس، ما كانت عندهم هو الاعراف والقبائل وكل قبيله ترابها معروف وبلدها معروف. منين جاتنا دولتنا؟ جبرتنا في الطبيعة اللي هي حاربنا 200,000 استعمار، برتغال، إنجليز، إسبانيا، فرنسا، ومنين جات ما أعطاتنا وثائق، وفي التالي جاي باغي يقول عملنا ترابنا، ترباتنا وجدادنا خياتي، اللهم إن هذا منكر، فأنكرناه. هذا راه هو أنتم قبال هم اللي تهدوا السلم الاجتماعي، الأملاك المخزنة المحافظة، ومن وراءكم المجرمين، ولوبيات عقار، أنتم من يهدد السلم الاجتماعي، والمسؤولين الترابيين. اللي انا كان ظن عنهم كاين هناك رجالات اكفوا، لكن الحل ما هو فيهم الحل في المركز.